فيكشف الضر بإذن الله عن رسول الله. يوسف الصديق في السجن زمنا طويلا سنوات، فلبث في السجن بضع سنين. خلاص ماذا يصنع في السجن؟ سجن مع السكير، مع الأربيد، مع الخمار، مع الدعار، سجن في بلاوي والعياذ بالله. قل الصالحون الذين في السجن. تأتي تنام المكان ضيق، ما انت عارف تمدد رجلك، ما انت عارف سجون سيئة والعياذ بالله، نعوذ بالله منها. فماذا كان؟ ماذا كان؟ فجأة وهو في السجن إذا بربي يري ملك مصر رؤيا، إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فجأة السجين الذي نجا قل أرسلوني أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني. يشعر يوسف، الباب يطرق، باب السجن يطرق، يوسف ما الخبر؟ ليست له وسطة وليس له ضابط قريب ابن عمه ولا وزير ولا أي أحد صاحبه، رجل غريب كان يعمل عبدا عند العزيز واتهم ودخل السجن. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، ويأتي الفرج في لحظات ويرجع يقول الملك ائتوني به، يأتي يأتون يقول ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. يرجع يسأل النسوة ويرجع ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن لك يا يوسف، افعل تقلد أي وظيفة أنت تريدها، اجعلني على خزائن الأرض، عزيز على مصر، إني حفيظ عليم. فيا لها من مواقف محمودة العواقب. أيوب عليه